أحسن الله إليكم. أم إيمان تقول: فضيلة الشيخ حفظه الله، ما الأسباب الناجحة على استمرار الحياة الزوجية المستقرة، وما السبب الرئيسي في وقتنا الحاضر في كثرة الطلاق عند بعض الناس وعند بعض الشباب؟ الله سبحانه وتعالى أمر بالعشرة بالمعروف وعاشروهن بالمعروف، فيجب على كل من الزوجين أن يصاحب الآخر بالمعروف وبأداء ما أوجب الله عليه نحو الآخر من الحقوق، وإن حصل شيء من الكراهية من بعضهم للآخر فيصبر. قال تعالى: وإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرق في المؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها الآخر. قال عليه الصلاة والسلام: إن النساء خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمها كسرتها، كسرها طلاقها، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج. هذا يشير إلى الصبر، وأن الزوج يصبر على ما قد يجد في الزوجة من عدم التئام بعض الأمور، وأن يصبر ولو كره شيئا منها، عسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هي كذلك تصبر على ما قد يحصل من زوجها مما قد لا يرضيها، فتصبر وتتغير الأحوال وتتبدل الأمور تزول الكراهة بإذن الله مع الصبر والانتظار. نعم. وأسباب الطلاق في وقتنا الحاضر يا شيخ؟ هو أسباب الطلاق أنه لا يصبر على شيء يكرهه منها، أو هي لا تصبر فيحصل بذلك، ينتهي هذا بالطلاق. ولهذا قال الله سبحانه: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، أين طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. هذا في حق الزوج. وقال في حق الزوجة: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح. وقال سبحانه: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فالشارع جاء بمعالجة ما يحصل بين الزوجين حتى تنتهي المخالفة وتعود العشرة مهما أمكن ذلك. نعم.